النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي طقس العرب في الأردن، ورحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة بحول الله. المحاور التي سنتحدثها في هذه النشرة هي عطلة نهاية أسبوع حارة وانخفاض على درجات حرارة اعتبارا من يوم الأحد، وفرصة زخات أمطار متفرقة ومحلية وعشوائية بشكل يومي خلال ساعات الظهيرة والعصر. كالعادة صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكمية من الغيوم العالية والمتوسطة في منطقة البادية، المنطقة الجنوبية وأجزاء من المنطقة الشرقية. هي ناتجة عن بقايا لحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي أثرت على تلك المناطق يوم أمس. يتوقع أن تستمر هذه الحالة الضعيفة من عدم الاستقرار الجوي أن تؤثر على تلك المناطق، تحديدا المنطقة الجنوبية، منطقة البادية، المنطقة الشرقية خلال ساعات الظهيرة والعصر بشكل يومي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تعطل زخات متفرقة وعشوائية من المطر. انتقل الآن وإياكم إلى تفاصيل درجات الحرارة وخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الخميس إلى يوم الأحد. يوم الخميس، الجمعة والسبت طقس حار نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية خلال ساعات النهار، لكن يكون حار في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة والمنطقة الشرقية ومنطقة البادية نتيجة لتأثر المملكة أو استمرار تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية. لكن اعتبارا من يوم الأحد تبدأ الانفراجات تدريجيا، تنخفض درجات الحرارة تدريجيا حيث تعود لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، تنخفض مقارنة بالأيام الماضية أو مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توقعات بأن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا خلال الأسبوع القادم بحول الله، وبالتالي تنحصر هذه الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة. نذهب إلى العاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 25 درجة مئوية بالنسبة للثلاث أيام القادمة. يوم الجمعة 35 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 25، نفس الحرارة يوم الجمعة مع تفرق يوم السبت مع تفرق لبعض الغيوم العالية 35 إلى 25. أما يوم الأحد تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا وببطء، 34 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 24 درجة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.